اهلا اهلا وسهلا الكوبيدات ديالي هنا البنات. خرجت للطوموبيل، درت ليكرون ديالي حيت في الدار نسيتها ما درتهاش، حتى الطوموبيل عاد تفكرتها. هنا شوفوا البنات، هاد ليكرون دايلونك خطيره، شوفوا والله العظيم اللي غادي تتبعها غادي تبقى تقول لي اه منى راه ما بقاوش ندير لي طاج في وجهي، اه منى راه وجهي مزيان وتبوكس. شوفي اختي، دابا راني غاده للصالون عند منى الشنويه، داياكم معايا وغتشوفوا ردة فعل ديال حميد ملي غيشوفني، حيت اختي صافي لقاني غير مبهلله وغير ناعسه وغير عيانه وفاتيكي، وديما كنقول له انا عيانه وهادي، قلت نمشي نبدل الروتي ونبدل ونجي عنده ويشوفني بواحد الحله جديده، بواحد الطريقه جديده، واحد الميك اب جديد، واحد فهمتوا كيفاش، المهم كاين تجديد، كنجددوا القضيه. صافي هنايا البنات غادي باركينغ في الطوموبيل في الباركينغ اي ولا لا، وغادي ندوز نمشي ديريكتومون عند منى الشنويه. يلا اختي معايا، يلا 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 تشوفي شنو الخطوات اللي غادي ندير. يلا نوضي البنات، يلا وصلت دابا هذا الصالون ديال منى الشنويه. دوزو اختي، راني غادا بيضره دايره الزيت في شعري، غادا اختي نقاد راسي وندير الكلوجو شويه. يلا اختي شنو مالكي؟ مالكي معصباني؟ مال بنتك بنتي؟ مال بنتك؟ البيدات انا اختي جيت بديت نغسل شعري، شوفوا راني معمره بالزيوتات عامر، وكوثر ضروري خصها دير اللمسه، ضروري من اللمسه، ضروري دير اللمسه كوثر ضروري ومؤكد. الله شوفوا شوفوا حسنيه كتكرد لي شعري، كتكردو. شوفي ياك كوثر ياك شوف البنات، منين تجيو ما تقلبوش على كاوتر راه بالعاني كديرها تبقى تلونكم وصافي. وعندنا كاوتر شعري معمره معمره ضيعتنا. شتي دابا غادي نصاوبو الحجبان والشفران ونشوفو اختي كيفاش غادي نطلعو. اصلا انا بقوصه عرفتوا البنات، وحق الله العظيم الى مستحيل نستغنى على الشفران والحجبان ديال منى، حيت عرفتوا راه ما يمكنش كتبقى حتى الا ما كانوا الشفران كتبقى بلا شفران، حتى كتجيب شفران كاليتي. شحال وانا بلا شفران فانا كنت نقولها لك، عرفتوا شحال وانا بلا شفران راه ما يمكنش. دير لي هنا حتى هذه ضروري خصها تكون معايا، ما يمكنش. غسلت شعري وصافي ودابا غنبدا في الشفران وحجباني. عرفتوا الحجبان تبارك الله كبروا ليا، والله حتى كبروا، كنت قرعيه دابا كبروا شي باشا بالحرقوس. البنات والله الحرقوس الا زوين الحجبان. والله البنات حتى تغوفلت، شوفوا شوفوا كانت عندك زغبه هنا وزغبه هنا وحده هنا، هاي قال لك شهاده الشاهدون. قلت كنكحل بلا ما النهار اللي كتجي. كنت عرفتي يا البنات عندي زغيبه هنا وزغيبه هنا، كيقالت زغيبه هنا، عرفتوا راه ما كانش عندي الزغب نهائيا. والله البنات الا الحرقوس لي لا دواء، راه بالحرقوس يقدر، راه ما كندير له حتى حاجه انا يقدر، وراه قريت بزاف ديال البنات كيقول لك الحرقوس كينوض الشعر. نعم يدي الكوثر، نعم يدي الكوثر اختي زوينين. كبيدات شوفوا هاد الحاجب، مع هاد الحاجب عرفتوا ملي كيتمسح راكم كتشوفوا كيفاش كيطلع وكيجلس. هذا راه تقدر تجلس لك حتى 10 ايام، واخا كتغسلي وجهك واخا كلشي كتبقى لك حتى 10 ايام. دابا هادو ها هما بجوجهم تسالاو، شوفوا كيفاش كيبانوا كحل، زعما حتى الكحوليه ماشي زعما كتخلع ولا شحال هادي ناري شحال هادي ديما دايرهم هكا كحل، ما فهمتش فين كان عقلي. عرفتوا كانوا كيحمقوني كحل وكان كنفرح ملي كنت كنديرو، ما فهمتش اختي سبحان الله داك العقل ما كيبقاش نفس العقل. ايوا يا البنات شنو غادي نقول لكم يا اختي، شنو غنقول لكم؟ ما علينا ما بينا، مشيت قديت قبيله صوبت صراحه، خرجوا لي حجبه صوبتهم لي كاوتا فنين الشفيرات عاوتاني نتوما كيحمقوا، الاهم كيبانوا طبيعيين كيبانوا ناتوريل ما كيبانوش مشارجين وداك الشيء. ايوا يا لالا، واجي يا الينا وهزي العصير وخوي عليك وخوي عليا. المهم روناتني لقيتوني جيت وانا عفتو دابا قرب يهبط كي كنقولوا قرب يظلم الحال، راكم شفتوني شي على غير الضوابي ديال الدار قرب يظلم الحال، بقيت معطله في الصالون دابا خصني نطلع عند حامل قبل ما يظلم لي الحال. المهم اختي غتقبلوا على الفيديو كيف ما جا. المهم دابا غنعاود ليكرون ديالي حيت ليكرون البنات راه كل 4 تسويه يديروها، وهاد ليكرون عنده حمايه عاليه، حمايه ديال الشمس عاليه بزاف. ها نتوما دابا يا لالا نعم يا لالا نعم يا سيدي، غادي نقادو وغادي نمشي نخرج نفاجئ حامد، غنحاول انني نبان شويه مغيره للعاده.
لكم البنات هاد الدايلونغ راه كتطلق كتقاد الوجه كتسمى كتصاوب الوجه زوين كيولي الوجه صافي اختي. المهم انا غنقاد راسي معكم نزربو في هاد الفيديو اختي وقادو بزربو ونخرجو. المهم بنات شوفوا لي صراحه نورمالمون هادي خصك تلبس بحال هكا بحال هكا وكاين دابا باقي لي جو ديالها هانتوما شوفوني واش هي هاديك هانتي اختي بهاد الكسيوار بس مع هاد السميطلة هادي في الأورونج يعني بحال لي ميلونجيا سويعة السنسلة هي تاختي لحقاش بغيت نروح شوية نقي مونا خليني بحال هكا كي جيتكم اختي هاد حميد راه كيسايني هنايا في باب الريح راني غادا عندو المهم نشوفو ردة الفعل ديالو معرفتش شنو هي ردة فعلو. المهم مع قال لي يلاه تخرجي قلت له لا راني عيانة وفاتيكي وشوف حالتي وطا طا 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 بقيت كن فهمتو كن يأسو كتر ما راني يائسة اختي. المهم اختي حنايا غادية غيكون كاس هنايا لا ماشي هو شتي هاد البنت لابسة زرق صحبت لي هو حتى هو لابس زرق راه بالي 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 اختي متحمسة متحمسة اختي متحمسة فين برد هبطو عندك اش كيدير وما لقيت بوحديتك بحال اليتيم باش بشش عاين اخويا ستاسيوني وعاين عاين اخويا صاين وما لقيتي فين تجلس غير هنا كون جلستي على الاقل هي هات بعدا الدنيا هنايا كاين الاسبال من وراك شوفوا شوفوا البنات على داكور يا اختي انا اش ماك باغي تبعد على بنادم ياس قوال شنو الناس اللي كاينين حبيبه لا بس الحمد لله حبيبه ديالي لا لا خطك حبيبتي الله يحفظك قول لي كي كدير خو شوفوا فين حطيتكم بعدا حطيتكم لهي هات بعد بس دابا غنقول لك انا هانا سيدي كي جيتك؟ كي جيتيني جيتي مالك؟ كي العادة مالك شنو؟ مالك؟ نازل عليك الضيف؟ كي جيتك؟ نيتك الله يعطيك الله يعطيك كتهضر من نيتك والله إلا كنهضر معاك نيشان معاك كي جيتيني؟ هاك هضرة حمقى قول أقسم بالله أنت كتهضر من نيتك أنا كنهضر من نيتي مالك شي حاجة أويلي هاد الزين كله ما كي جيت عشور سي كمان عشور أولا حامد أقسم بالله أنت كتعصبني حق لا إله حاجة هادي هادي مالك تموت كتقتلي وشي في شي حاجة مالك واش باقي زين نازل عليك الدور علاش أنا كنجي للطبيعة وكذا ونشوف غير الطيور وكذا باش الراس ديالي كيخوى ما تفنترش بحال هكا تفنترش انا والله انت عندك الحق شي خويا راه يدي سلم عليا صراحه رجوله منذ الطفوله شي خويا والله انت رجوله رجوله خويا تبارك الله عليك يا والله ينعلي كي اللي كيمشي يتقد على شي واحد ولا يصاوب سي 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 صافي ما تصدقش معايا دابا الناس كيشوف فيك صافي ما معايا زوين 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 الساعه زين ديما زوينه مالك اجي انت اجي لينا شفتي يا زوينه بلاكر بلاكر باش زعما عكر شنو دير شي حاجه يا هضر دابا انا ما تبدلتش عليك من الصباح لدابا ديما زوين ديما كتبان لي هكا كيفاش دابا كنبان لك هكا الصباح ويلي يا البنات راه الفيديو اخوتي في الصباح قولوا لي نتوما واش ما تبدلتش عليكم الصباح لدابا شنو دير شي علاقه شنو دير شي يلاه انا اخوتي ديما كتبان لي زوينه وكذا نعس كتبان لي زوينه صحابنا تبوسيني لا انا حمقى الناس كيشوفوا لا لا عندنا لا نبوسك انا هاد سيرخي اخر مره اخر مره انتي شوف اش عرفي راسك ازيد لنا ازيد لنا ازيد لنا اخر مره واش عرفي راسك انتي زوينه بالعكر بالعكر بالجمال بالجمال خوتي والله تصدمني قسما بالله ولا عندك كتلفني بعد الخطرة بعد الخطرة والله واخا كتمشي لعند هاد صاحب كتسميتها ما نعرف مولا شي واخا كتمشي كتقادها وكذا كتبان لي كي الصباح كاين شي
شوف اخوتي انت الادم كيعدي تصاور زوينه باش تعرفي راسك بالله باش تعرفي راسك سواء قديتي ولا ما قديتيش هذا خلينا نهضر معك باش تعرفي راسك ديما زوينه واخا غادي دير شنو غادي ندير عطيني الثقه انت صالح حبيبتي مقدم وانا صالح مقدم بعد مني يا حبيبتي انا كتبني ديما مقدم حبيبتي ما تقصديش انا غادي نمشي نرمي راسي من الهيل انا اللي كنرمي راسي من الهيل لحقاش النهار كله وانا كنصاوب وانا كنقاد والنهار كله كيف ما يشدكش انت غير سير سير يلا سير سير جري جري ما تشدينيش ما يشدكش لا ما شدكش خوتي شوف خوتي شوف خوتي انا شاده انا ما شدكش واعره واعره بعد مني دابا مشيت وتقاديت قول الله ما لاحظتي ولا غير كذبتي عليا لا راك ديما زوينه لا دابا مني جيت عندك ما لاحظتيليش بدلت انا الصباح زائده شي شويه زائده وانتو كدير عاد انت بغيتي تغطي واش اختي لا كيقد راسك المهم اخوتي انا راه صدمني والله حتى صدمني صدمني والله قسما بالله العلي العظيم وكل ما شويه وكل ما شويه يتنرميك انا من تما ونوريك شوف اخر مره اخر مره غنتقاد صافي حبيبي اخر مره غنتصاوب لك انا الطيب نازل لي حبيبتي ولكن انت مش تقاد عليا انا جاي نتقاد انا نتقاد انا جاي نتقاد نتزوج واش غتزوج ايوا كاع نتزوجوا كيفاش نمشي نتزوج كاع دابا حنا كاع نديروا الحنا وكاع نتزوجوا كيفاش نمشي نتزوج شتو سميتو نتزوج دابا عجب الزواج لهاد الهضره قلتي سير قاد راسك خوتي من هاد المنبر اعلنوا لكم انه ان الزوج ديالي غيتزوج طالاتي الله يستر ما تقولتيها وانت يا بنتي كتقولي سير قد راسك قد راسك صوبك انا مقاد مالي اللي راني عوج ايوا انا ماما انا كنمشي قد راسي كنخسر على راسي كنخسر على راسي شو داير الفروج انا لابس الفروج وهذا البنات اخوتي وحق الله العظيم الا صدمني قسما بالله ما كنت متوقعه انه غيدير لي هذه الصدمه الكبيره هذه كنت كنقول صدماني علاش ما نصدمكش حيد حيد كنت كنقول انا حيد الناس اللي يجيو مجابه اه ويلي ويلي ظهري كنت كنقول دابا فهمت كنت كنقول كنت كنقول يلا نوضي كنت كنقول عاين تصدعنيش كنت كنقول غايجي وغايقول لي هاي 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 انا سوف تدعمونا خلي تدعم عمك تدعمونا ما نصدعش يلا هاد المنبر ما تقدي لتا شي واحد تقدي لراسك وتصاوبي لراسك حتى واحد ما يستاهلك تقدي ليه واصلا انا زوينه كيفاش عاود عاود بهاد المنبر عاود عاود مالك واعره هو لاس قباحيش الا واعره لاس قباحيش هو قباح هو لاس قباحيش هاتي ولي سي قباحيش ها خوتي كي كتبتي انا دخلي يا غيتي البنات من هنا ما اخر مره تصاوبي على شي واحد تصاوبي على راسك تقدي على راسك ملي تبقى تشبي راسك يبقى يعجبك راسك انا حبيبتي انا تشبي راسك شي حبيبتي بقى هكا كتبان لي واعر حبيبتي ملي تشوفي راسك زوينه في المرايه كيعجبك راسك انت وكتولي عندك واحد الثقه غريبه في راسك شدات مدام يلا شنو هي كيفاش تقص 1000 ريال كيفاش تقص 1000 ريال ما فهمتش كيف اجي نقص 1000 ريال الهضره صديقه خوتي هاد النهار ما غاتكونش زوينه والله ما غاتكونش زوينه شتي هذا هو ديال جينا نفرحوه مغزى علينا ولا نكزى علينا انا عينيك ملي كتولي اخيتي قبيحه كتولي شريره شريره واش انا مسمعو انا في الصالون في التلي تقول لي زوينه كتيبها ديالي ديالي كتبغي تخدمي لي انت هنا كنخدمو لك شتي ما بقاش يهركم تقدي على راسك وسدات مادام تقدو رجالاتكم لا ما تقدوش لرجالاتكم رجالاتكم يسالوش تقدو حتى اللي كيقول لك شنو درتي باش تخربطكم هاد الشيطانه تقدو رجالاتكم كي كتقدي يا انا ما تقديتش ليك انا تقديت لراسي
وكيعجبني راسي ومني كنشب راسي. هذا يعرفوك هذا المصداقيه غادي تطيحك. علاش طحت على المصداقيه؟ يقول سيب لهم قادر راسك ولا يعلى راسك صافي. ايوا منو راسك؟ قادر لراسي اخوتي. تهلاو لي فراسكم البنات وتقادوا لراسكم وتهلاو فراسكم وتهلاو فراسكم وما تسيقوش اي بعدها. وكلوا مزيان وشربوا مزيان حتى الراجل راه الا لقى اي مريضه بالكحه مشى يدير الحنه بباس اخرى. قال لي هضر مع ذاك مولا راه كتعمر علينا العيالات ديالنا. علاش كنعمر عليهم العيالات؟ اخوتي واش انا كنعمركم؟ قولوا لي العيالات واش كنعمركم على شي رجالكم؟ انا كنقول لكم تعاملوا مع رجالاتكم. انا كديرها كسيدي روح جيب ديرها. وعاوتاني غنقول لكم من هذا المنبر العيالات انا ماشي داك الشيء كله اللي كنديروا راه كنخلصهم جيبي بلاتي راه ماشي كل شيء كنخلصهم جيبي راه اشهارات اخوتي باش ما يبقاوش يغروكم صحاب السوشيال ميديا ويحسدكم راه حنا كنخلصوا الفلوس راه النص ديال الحياه ديالنا اشهارات استاذ مدام مابقاش حنا كنخسروا غير الماكله والشراب وناكلوا من لبسات بعض المرات اشهارات بعض المرات كنشريهم بزاف ديال الحوايج راه كيكونوا اشهارات باش نكونوا واضحين فهمتوا مابقاش يغروكم صحاب اليوتيوب انستغرام يلا اختي تهلاو لي فراسك والسلام عليك من هذا المنبر من هذا النهار ما غنبقاش تقاد لك تهزي يدك راه غادي نعيط نمشي للكوميساريه شوف راني سايقه تهزي يدك ما قادتي زقتي وطام وطام من هذا النهار عندك تقول لي علاش مالكي كئيبه ومالكي عكزانه ومالكي مريضه ومالكي مكتئبه ومالكي ومالكي انت غزانه انا عرفك بانه انت انسان اللي كطيح معنويات الاخر انا حبيبتي راكي خطيبطه وزيونه واه خطيبطه انا ماشي خطيبطه يلا اخوتي بسلام عليكم هذا النهار انا وهذا غنبقاو غير هكا غير غير جابه في راسو شي هذا النهار انا كنت طالعه عنده بطاقه ايجابيه وفرحانه دابا غادي نجيب لها واحد الكباله داك الحلوه اوه هي كتقول لك على الحلوه البنات والله حتى الكبال والله حتى الكبال اختي يلا بسلام بسلام راك